اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي يا رسول الله. ما تعرف ما تعرف حكم النشر مش نشر، هذا قرآن بيقرأ في البيت عنها شاء ما شاء. أنا أحب أشغل القرآن أصلا، حتى تنشر بتاع القرآن على طول ما مشغلة في البيت. بعد ما أنا أفرق إيه القرآن كان يستأذن إلى شغالة ولا بني الحمد القرآن شغل على طول. اللهم صل على سيدنا شكرا سبحان رسول الكريم بشار بلد عن الله حبيبي يا سيدي رسول الله.